دي مجيتكم فيديو مميز جدا 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 جدا. قبل الفيديو تاع اليوم ما كنتش متوقعته، ما كنتش مستنياته، ما كنتش درته في الحساب، لكن كما تشوفوا جات مفاجأة كبيرة 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 بالنسبة لي. ومادامني في سلسلة تاع التراث الجزائري، حبيت هذه المفاجأة ندمجها مع التراث الجزائري، نديكم هذا الفيديو. كما شفتوا من العنوان، واخيرا راح نشوف ماما بعد تقريبا عندنا دوكا عام تلاقيناش من اخر مره كانت هنايا. تعرفوا ما كنت متوقعتها تجي، ما قالتليش تجي دقيقه الاخرى قالت لي. علاش قالت لي؟ باسكو بدلت السكنه وباسكو ما تعرفش تجي وحدها من المطار، صرتو هذا المطار جديد على هذه. قالت لي عبد كنت شوك، يعني مانيش مصدقه ومانيش مقتنعه على هذه. فقلت اليوم ان شاء الله راني رايحه نستقبلها، وكيف تشوفوا لي ما قالت لي بس تقليدي. الله قبائلي، هذا التقليد القديم كما راكم تشوفوا في هكا. هذه الشنطه تاعو اللي كما يقولوا الكابا تاعو، هذايا تاع جدودنا. يعني على بالي دوكا تشوفوه تقولوا هذا اللباس القديم، هذا نعم هذا اللباس التقليدي القديم. كما تعرفوا في منطقه القبائل، منطقه فجايه تيزي وزو، هذوك لي زونفيرو كامل النساء تاعهم مازالهم يلبسوا هذه الجبه، يخرجوا بها يقضوا بها. انا كي نروح لجهه القبائل نفرح باسكو نشوفهم هكا بهذا اللباس التقليدي نفسه اللي لابسته بهذه الطريقه، تخرج تقضي وتعيش حياتها عادي بلباس تقليدي هذا البسيط. دوك انا حبيت نلبسه نستقبل ماما. كما تعرفوا الرؤساء دائما الرؤساء يستقبلوهم باللباس التقليدي والورد. انا تديك ماما بالنسبه لي تاج راسي وحبيبه قلبي، حبيت مادام راني ندير هذه السلسله لي مالا نستقبلها بالورد كما راكم تشوفوا، واللباس التقليدي القبائلي الجزائري. المهم خليكم شوفوا رده فعل ماما كي تشوفني، باسكو شافني اخر مره كنت سمينه، دوك تشوفني رقيقه وتشوفني باللباس التقليدي. كملوا الفيديو للاخر، لا كنتوا جداد على القناه تنساو تشتركوا فيها، خلوا لي لايك، خلوا لي تعليق حنا كيما نتوما، ومع لحمايه التراث الجزائري. نحبكم بزاف. كيما تشوفوا حبيباتي دوكا انا وصلنا للمطار، راني متحمسه بزاف 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 باش نشوف ماما. حطنا تاكسي ودوكا جيت نروحو نستقبلوها مع بعضنا ونشوفو ردة فعلها ونكملو الفيديو مع بعضنا. نخليكم للاخير ما تراقيوش الفيديو تاع اليوم، بزاف بزاف حماس وانا في المطار. لا غوتخافيك لا حول ولا حتى في الحفل القبائل كاين لبسو غوب كابي، حتى مكياج شوفو درت مكياج سامبل لبست هكا سامبل كيما لي غوب كابي تاع الجزائري، لبسو هكا ويخرجو يقضو صوالحهم. خليكم معايا كمل الفيديو للاخر. المهم دارت الخلعه باسكو بدلت الدار، ما تعرفش تهضر سينو كان ماشي هكا كيما كان راهي رفدت روحها وجات وحدي على الدار. وحدي نورمال انايا كي وحدي والله الحمد لله. بزاف ما شافوش ما يقول لك وراهي ماما وراهي ماما. هاني تشيت معاكم سلمي عليهم واش راكم واش اخبارك؟ والله واش راكم واش راكم واش راكم واش راكم بالصحة؟ صحة عيدكم، صحة رمضانكم، كيف حالكم؟ كاع لاباس الحمد لله يا رب العالمين. هذوك اللي كانوا يسلموا عليك ويعندوك ويقولوا لك نحب راهم سلمي، جات لوكازيو تهضر لهم ديريكت. والله العظيم نقول واش راكم كيفاش راكم في صحتكم؟ واش صحة عيدكم كيما راكم؟ والحمد لله انا بصحتنا شوية 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 ماشي بزاف، الصحة شوية مريضة منها. هذه هي الهدة تاعنا حنايا، جينا بلا ما نقول. انا بلاتي كامل ندير من الهدات، انا بلاتي كاع ندير من الهدات، نروح بلا ما نقولهم ونروح بلا ما يعرضوني من الاخر.
حدود أهلي ولدي في اسطنبول، أهلي ولدي في العباس، أهلي ستي في العباس، من الدقيقات ما هدات نديرها الليل نهار نص نهار غيب كل شكون كل ماني هنا واشنا والله العظيم الطيارة رخيصة وكل شيء رخيص تلفت روحها وهي عندك والله ربي حاضر غير ندير نقول ربي يقول لك كاين بي ما يصعب عليا والو الحمد لله يا ربي الحمد لله ما وصلت بخير وعلى خير الحمد لله اسطنبول رانا جينا جبتها متعشى واني انا اختي صغيره وميران وماما بيانسو جينا ريستورون مزال شابه جبتها باش تكون تقليدي مع مع الملابس التقليديه كوموندينا ماكله تاع سوريين باسكو دي ريستورون سوريه دوك نشوفوكم واش كوموندينا نوريكم واش حشنا نوريكم ديكور تاعها بزاف شباب هاديه خرج مع الغوب كابيلا اللي لابسه دوك ندير لكم صور تلقاوها في الانستغرام انستغرام تلقاوها من تحتها هذه هي وبعد كنتكم شحال تعشى ونكملوا مع الفيديو مع بعضنا كملوا الفيديو دخلوا قلت لكم اذا كنتوا جداد على القناه ما تنساوش تشتركوا دخلوا لي لايك دخلوا لي تعليق حلو كيما نتوما ما بقالناش بزاف ونوصلوا 100000 مشترك يلا قريب نجيبوا الدرع الفضي استناكم حبيباتي نحبكم بزاف كملوا الفيديو الاخر حبيت قبل ما نختم الفيديو على بالي كثير منكم راح يعلقوا انه هذا الفستان القبيلي اللي راني لابسته هو موديل قديم انا تعمدت حقيقه اني نلبس هذا الموديل القديم تبع جداتنا وتبع يعني الناس الكبار الناس القدامى في كثير موديلات وعندي كثير موديلات بعد راح نعرضها عليكم لكن اليوم لانه هي خرجه بسيطه حبيت انه نستقبل ماما بشيء مميز انه هذا الفستان يلبسوه مازالهم حتى اليومين هذا يلبسوه تلقاوهم يخرجوا به يروحوا يقضوا به يعيشوا حياتهم اليوميه به فانا حبيت نبين الحياه الجزائريه البسيطه التقليديه القديمه مش شرط دائما نديروا حاجه مودرن وحاجه جديده وحاجه واو هذه هي تانيك حاجه واو لكن باللمسه القديمه اللمسه الممتازه اللمسه الاصيله فاتمنى يعجبكم فيديو اليوم قبل ما نختم الفيديو شوفوا واش راح ناكلوا مع بعضنا شوفوا أناقة المكان جات مع الديكور تاع اللبسه بزاف بزاف شابه وشكم ابي كيفاش هذه هي دوك نقول لكم واش راح ناكلوا بابا حبيبتي جابوا لنا الماكله شوفوا هذه الكبه المشويه تعجبني بزاف وهذا كباب مخلط وهذا شكون ماما راكي في اسطنبول ماما مسكينه راكي عيانه راهي طافي احنا المهم تعشينا ودوك هاتيك الحين تمشاو للدار حبيت نختم معاكم الفيديو نقول لكم ان شاء الله عجبكم فيديو اليوم ونشوفكم في الفيديوهات الجايه شوف الله الله راني نتجول في اسطنبول بالجبال القبيليه والكلاكات راني وحده الف حاجه خفيفه سرتو مع دوكا اليوم السخانه تكتب هذه هي المهم ما نطولش عليكم نحبكم بزاف تهلاو في روحتكم نشوفكم فيديو الجاي باي باي.